بغيت نعرف اخويا عبد الواحد شنو ناقص فيا يعني. شي حاجه باش شي خويا وزيد الطائره وتنزل ولا في الفريدر دوك دير الصغيبات كلنا هات فينا وصافي ساعدك ساعد الشطيرتي لا بصوم مالك اختي في هذا السكوت علامة الرضا يلا تعالي معايا واش بعقلك ولا ما عندكش هادي ضعيفة هادي ضعيفة في عينيها العافية العافية وكدير شي حوايجك ما تعرفهمش انا اللي كنعرف واش انا اللي معاشرها ولا انت انت شي ديك النهار فاش جيتي للغرير انت راه من ديك النهار ورا راتي انت راتي الله الا نقول لك عارف حبيبتي انت غنفطره وهنا كنوجد يلا صافي واش توجديش البوطاجي حاتو كي داير هادشي ما وصلتي هادشي انا كي غندير يلا صافي دابا غير صايبتي سمعني انا انا اللي كي غندير هادشي غيخسر هادشي خصو يتغسل بعد فالحه في دانون يا كنت كتبقاي تهزي دانون ثلاجه ديال الدريه اخالتي ما زيدش واش راني درتو غير في كيكه درتو غير في كيكه خمش لك وجهك سربي راسك يا ربي سحن عليا من هاد المصيبة الكحلة اللي طاحت فيا يا ربي معليش يا بنتي معليش اشنو دير معليش السلام عليكم مالها ولا لا ما فهمناش هاد القراية اللي ولات في هاد البلاد الاساسي ديال الدراري الاضراب كاملين اشنو السبب علاش كيضيعوا لينا في وليداتنا وفي توريا صباح الخير توريا صباح الخير خويا تبارك الله عليك صباح الخير طيبك فيك واه ما عندي ما نسالك انا خويا شويه وكن بريري ديالاتي موجود ولكن هادشي واش ما كتعاونكش ما كتعاونكش فاطمه هادشي درتي بوحدك ولا شنو هي فاطمه هي الله ناضت راه كتبغي تجمع البيوت وسميت وانا كنوجد الفطور يلا الله يرضي الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله الله وانت تشوفي مالك واه دابا المشكله حنا دابا مدرسه بريفي ودير الاضراب مدرسه بريفي وما بقاتش فيها القرايه اش غديها منك قولي لي يا فاطمه واش توريه كتقاب وحده ما تعاونيها زعما وهي ما جلست انا كيفاش يلاه جلست جمعت البيوت غسيقت الدار مشيت باش نعاونك قالت لي صافي راه سيري سيري عاونيها عاونيها شويه ولا حتى هي راك عارفه مع دريويشه ما كتقول لك والو عاونيها شويه راك حنا معاونينها ما فين ما كندخل انا كنلقى غير هي الخدامه كتشقى الله اكبر انت كتدخل على الوقت كتكون هي واقفه كتشقى ما كتخرج ملي كتكون انا واقفه كنشقى الله يبلش شنو شوف ما خصناش نبقاو نهضروا بحال هكا قدام الدريه وكتحاول كنفسر لك كنشوف اش كيوقع راه فين ما كندخل كنلقى خصني هي الواقفه انا كنعاونها اصلا انا راه عندي الدريه كنفيق الصباح بكري يلا كنفطر صافي يا صافي واش غتسمع لنا دابا صافي نبدا تسخري مع بعدي في النهار فطر نبدا قولي كيف كانت البشر باسم الرحمن الرحمن خلق كل شيء مسان وصلت على النبي العامر وجهه بضياء هات فينا وصافي ساعدك ساعد الشطيرتي لا بصوم مالك اختي في هذا معروضين زعما حبيبتي بصح معروضين والدار ما نخليوها علاش انا ما غنمشيش معاكم تمشي بنيه تتحشي ان شاء الله واش تطيتي ولا مالك ملي يجي خوك اش ياكل مع ولادك تعرفين كتعرفيهم كيعرفوك كعرضوا علينا كاملين قالوا فاطمه ما قالوش توريه سيري دوك الماعن عرضي فيهم يلا حطي انا مزيان بقى في الدانو مزيان بقى عكي راه هو اللي بقى خاصك سير 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 ما عندكش حاجه تقضيها سير والله الا بغيت شي بقى خاصني عندك معايا بحال الربيبه لاصقه ليا يلا حبيبتي مشي لايلا مشي معاك قدك يلا بنتي لايلا ضعيفات سقا 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 كتري دابا بحال هكا كون كانت امي يمشي الله يرحمها كانوا كنغادروا في حياتي
شاء الله. عروسه درتي العشاء خوك؟ ما درت حتى شي حاجه. واش كنتي كديري بالسلامه؟ وراك معاك الهضر، اش كنتي كديري؟ عييت ضرني راسي تسكيت شويه. مسكينه، وهذاك اش غيجي يتعشى دابا؟ تقعدي يلا تقعدي هضرت معاك. وتا سيدي نوضي طيبي تا ما فيها باس. انا جايه على راجلك زعما. انا جايه عيانه نوقف كوزينه. كيفاش ليها؟ عيانه. ايوا شنو؟ حشو حرام عليك حبيبتي، ما كاش شنو كنتي كديري؟ يا كنتي غير جالسه ناشطه مع الناس. تقعدي صوبي العشاء بلا ما شوفي داكشي كلشي اللي فوجته وضحكتو غتخسطيه ليا دابا. تقعدي طيبي العشاء. يلا. انت بغا تقعدي معايا انا. شغل استفد منك. سلام. جيتي تي قولي كاع النهار تي مقابله ليا داك المسلسل. ترى واحد المسلسل زوين كنت تبعتيه كراك حتى هنا حجاج. شنو تبع المسلسل؟ وديك السيده ديما فين ما ندخل القهوه واقفه في كوزينه، واقفه تصبن، واقفه تصيح، واقفه. جيتي ثاني؟ كيفاش جيت ثاني؟ وحرام عليك هادشي اللي كدير، ما يبغي لا الله لا عبدو. خويا انا حرام عليك راهي دبيده. شنو حرام عليك؟ ابي انا راه عندي الدريه وعندي شويه اختي ثاني. شفتي كتخوك تبان لك اختك؟ وازي شوية وازي صافي هنينا. اختي فين وين اختي؟ اش قلتي ليا قبيله باغا نقولك شي هضره؟ دير اش خليتينا انت داخل شاعل ورا كندخل كنلقى واقفه ولقات هي مقابله للتليكوم. واش بغيتي تدخل قناعسه؟ قابله ليا كوزانو. واخا ندخل قناعسه وانا كنغطي فيهم. دابا قولي شنو هي الهضره اللي بغيتي تقولي لي؟ خليني نخرج، راه باغي نخرج بحالي ما نبقاش نخاطر معاك. بغينا نقولك سيبو خويا راه جاي جيب لينا شويه ديال الحلوى نقولو ثاني لختك تقول مقفاها. اللهم سيدي شنو هو من الزنقه؟ انا مع فراسك انا ايديك كضروني. شكون كبر اختك تولي؟ صافي صافي هنيني انت جاي سيمو جاي اليوم. مرحبا بيه. لا 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 جاي مرحبا بيه. تا هو راه مسكين عزيز عليا داك السيمو، واخا شو غير مره ولا جوج. نال خويا سيمو الله يعمر ليه الدار. صافي مرحبا بيه. سبحان الله ماشي بحال خويا رشيد. رشيد جبد معاك حبل النهار والله الا عجبني فك. ترى باقي عقل عليا قال لي جوج من الحاجه والعرس بالفراجه. جبد معاك الحبل مزيان. ولكن عبد الرحيم مسكين هذيك الليله تبارك الله جات ليله زوينه. لا لا سيمو الطريف ولا لا مرحبا بيه. تبارك الله عليه تبارك الله دار واحد المشروع وجاي ثاني هنا المغرب باش يدير مشروع اخر. ياك تبارك الله والله يكمل عليه بالخير. الصلاه والدين الله يكمل عليه بالخير صراحه الله يكمل عليه. ايوا تاتيا شوفي تاتيا اخر مره نقول لك حاولي تصلحي شويه مع توريا حاولي. الله يعطيك العافيه. راه كتظلمني عند واحد. صافي شوف دابا خليني عندك نظره. راه كتظلمني ودابا هي اللي شو اللي بغات دير لي خاطري. انا معتبرها بحال بنتي. ولا بغات دير لي خاطري حط هادشي لي كوموند ونوضي عند الكوزينه وشوف فيها اش كدير وكتصبن وهادي شو واقفي معاها باش انا نبقى بخا. وصافي ما بغيتش تصبر. انا راني عايز نتزوج بيها. انا باقي ما تزوجش عايز نتزوج بيها. بقيت انا بوحدي ويا ما فيش نخبي علي تاني جامي غنسوفي واللي ما يبغيناش ينساني سي صلافيت انا غادي غير برد الوليدة كنطيح النود وخارف طريق البيضة. سي نادية وحشتي البلاد. ايلا توحشت النعناع ديال البلاد. شفيتي ميجادة؟ لا خويا راه النعناع ويني ديال البلاد. هاك شتي خود الماضية اللي كتعجبك. فين هو عبد الواحد؟ جاوا غيجي يونو كمل ليا. واش نكمل لك اختي؟ انا قهرتني الغربه والله العظيم. قهرك اخويا الله يحسن. اجمعنا شويه في ليسات جينا هنا درنا البروجي راه غادي شويه بشويه. ايه مزيان قلتي لي في التليفون تبارك الله عجبني داك الشيء. ديري انت بدا بخير الحمد لله. عبد الواحد نهار لك شويه ولا وانت كتشوف فين هي الفنيكيشه؟ شمن فنيكيشه بنتي؟ ما كتحفظ ما شفتيهاش؟ لا ما شفتيهاش. ما كتحفظ سد عليها البيت مسكينه. ايوا ايوا شاطي ري اختي راه الصبر صافي. زيد كاسي اه زيد كاسي شرب شي كاس. السلام. السلام. فرماج جبتي من لوزين نص نهار باش تجيبي لنا تيت جوج فرماجات. كولا سيمو شكون هذيك؟ شوف عبد الواحد عمر الشنا ويلي ركان صغيره شتيها دابا
كبريت شحال لعبتي معاه؟ كبريت سميتها سوريا. كي دايره سوريا؟ لاباس عرفتيني انا؟ انا هو خو فاطمة ملكت في الامارات. متشرفين خويا تبارك الله راه كبرتي وزيانيتي. ربي يخليك راه بارك فيك على سلامتك حتى انت. نوض 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 الا عندك شي حاجه تقضيها. هيا بيني وبينك راه تيتيزا. كيما كتسيري ياك شربتي في الكوزينه؟ كبي كبتي كبي هاكي اختي هاك هاك هاكي شد شرب كاسك. مالك شي راسك فين ما مشيت انا خاصك تبقى تابعاني تلقط اخبار قول لي. هيا بيني وبينك راه ضعيفه وين فيها حياتك. هاد كاع رانا لي صايبت هادشي هاد قلت لك راه ما تعرف بيضه ما تعرف طيبه ولكن زينه كلشي زين كيدير كول كول. شوفي اختي ما نكذبش عليك انا اللي غنوريك الزين. اسمعني اسمعني اختي انا باغي نتزوج ماشي هاد ما كرهتش وانا بغيت هي عجبتني كذبش عليك. وتنشاور مع خوها بعدا ونقولوها ليها كول يلا جلستي باقي ما سخنتيش بلاصتك وانتي راه واقف على الزواج انا اختي. المهم انت ما تهضرش معاها ما تقول لها حتى حاجه خليني انا نتكلف بهذا الموضوع. صافي انا كلفتك دابا انت خرج من هاد المهم قلت لك انت ما تهضرش معاها. صافي نعول عليك وصافي نتعود على الصلاه وعلى النبي. صافي اللهم صل عليك يا رسول الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا وصلتنا فاطمه كيدير صاحبي؟ السلامه بخير تبارك الله وفقاتك الامارات. ولات فيا 100 كيلو ويلي تبارك الله جيتي والمعدم تما مليح وهذاك هاني وعلى سلامت خوك. الله يسلمك وينك. الله يحفظك. كلشي مزيان كلشي بخير تبارك الله. الخدمه الحمد لله. اييه باقي باقي كتريح في القهوه ديال هاني صافي طازه دابا هي وهذا السماتي متى دزت البارح اخويا باع مراس قهوي دزت البارح قلت راه يبان ليا ما قلتيش ليا وانا نمشي بحالي. كلشي مزيان بخير الحمد لله. صحه مزيان صافي دخلت بحالي انا هنايا في مره دابا ياك شحال البروجي هنايا يلاه غادي معاه شويه بشويه يا انا وان شاء الله تستقر صافي تريحنا صافي دابا بارك الله المره دابا هنايا غندير وليدات ان شاء الله نغرس الوساد هنا ان شاء الله. ان شاء الله. شحال عندك من عام قول لي شحال عندك من عام؟ عندي دابا شي 31 وتعطلت على الزواج اصاحبي راه خاصك علاش نتزوج على 20 عام؟ الله كونا مستقبلنا الله وسيدي الله يكمل بخير والله يشوف رايدك رايدك الله يجيب لك شيبة الناس. اللهم امين. الله يجيب لك شيبة الناس ان شاء الله ويكون خير. ايوا زعما غيشكرني دابا ملي قلتي بحال اختي ويقول لك زعما تكون لا تكون بحال شي صدهك تكون بحال فاطمة. كب كب لي شي كب لي راه خويك لي شويه انت راه تيدير لي الحرقه واخا وقلتي عزيزه عليا عزيزه عليا كنتي دير لي الحرقه سوريا مال ما كتشربش معاكم مريضه يلاه شربت ومشات شربت حتى هي اللي كانت معاكم مالا وشربت كول تبارك الله. شكون صايب هادشي ولا سوريا؟ انا نسيت تتعشيتي معانا واتي اختي راه ديال الريجيم انا ربما نقصر ولات فيا 100 كيلو صح والله. شوف دابا راه غنفاتحو في الموضوع ولكن قلت راه غادي ينوي باش نعول عليك وصافي راه حنا هضرنا الطفله راه عجبتني وصافي قلني صافي داينا فيها دريويشه وخواتها والله العادي وصافي دابا القلب فيه ارتياح. انا بغيت صافي دابا فهميني اختي وصافي دابا واش نعول لك وصافي انا غنفاتح اليوم هي اخوها وهي تفضى وانا غدا جاي ان شاء الله نشوف شنو دابا انت ما تهضرش معاها لا ما هضر معاه مو وصافي يعني ما هضرش ليا ثاني خوكم لا ما هضر معاه مو لا ما هضر معاه مو يلا تهلا في راسك اختي غدا ان شاء الله نجيب كادوات صح انت تنساني لا وإلا كانت مكتبة في الرزاق راه تكون مكتبة ولكن راه اللهم بارك مزيان يا نطلبوا خير الله يلا قلت لك دوي لي معاه ملي ندوي لك انا معاه ما شكون يخدم عليا الله يلا زوينين سكين صافي مشى مشى واه راك شي عيت معاه ريح تشى معانا قال لك باقي مشى في الصحاب ريح ونضحكوا شويه باقي مشى في الصحاب وباقي دابا يرجع والله تبارك الله راه رجع. السلام عليكم. الله يخليك. سلام كيدير خويا؟ 55 دوزت الوقت ضربوا لي خويا معين الحمد لله سينك سينك يا ديك كل شيء الحمد لله كاين شكرا اختي فاطمه كبي كبي لك الله بعدين الله بعدين هاليا فيها بحال بنتي يلا انا غنمشي كيسون عليا هذا راه ما داير السيرونس
واش الجو كاع النهار وما تعطلش تقعدي بعد المواعن اجيتي بعدا قبل من المواعن شي خوتي تاع شفتي خويا ولا سوق صاري دردك طوري في صغيباتك بغيت نفهم انا واحد الحاجه واش انا عدوتك غير قول لي شنو واش عبد الله حسن ما كنسكرش موقفها ليا سولتك واش شاقيه جامعه كلشي دايره لك مهنياك سولتك جاوبيني اش بغيتي تقلي وزي حدا خويا زعما شنو واخا تبقاي بوحدك في الدنيا كطيري سمعتي بوحدك بوحدك ما نزوجكش ليه واش دابا انا باغي نتزوج بيتي واش انا عارفك انت اخوك تعلمت تتردي معايا طيب العوجه والله يتقبل الشقف يتكحل عبد الله اختي اش قالت لك ما بغاش خو كيفاش والله حطيتيني في واحد الموقف اسم الحمد لله انا راه قلتها لك قلت لك علاش ما بغيهاش ما بغاش قال لك انا اختي باقا صغيره وزيدون انا خلي النسوبيه ديالي انا وياك ابار الزواج ديال خوك مع اختي وانت تي ويا مزوجين شحال من عام انا مالين حتى هي ما بغاتكش نجيك من الاخر علاش ما بغاتنيش علاش خاصني ما بغاتكش ما تعرف كره قدو ماشي حد ولا ما عرفتي اذا تبانت لك هي صافي انا غادي معروضه الجديده ديال جارتي دايره العونيات ودايره نشوف لك احسن وحده نصور ونجيب لك تما تبانت لك هذه طحتي فيها ويلك زينه انا كاع ما كتعجبني حدا قال زين عبد الواحد قالك ما بغيتش باش راه حطيتيني معاك قدك في هذا الموقف والله خليتيني نطلب فيه وخويا راه كدا وخويا راه كدا وهذا علاش غادي انا غندوي انا اللي غندوي معاه شوف علاش ما بغاش بلاش انا شفت لك الاخبار واش تقد تصر فيهم عندو صوفيا لورين خلعها شكون غياخذ من عندو صافي تت شابك هادي الله يهديك شي مشكله انا يا اختي صافي الله يجيب شي بنت الناس تكون على قدنا وتكون زوينه انا غنتزوج انا كاع انا مابقاش غنتزوج انا كاع من هذيك من الخلاق وصافي انا مابقاش غنتزوج زينه كما شتياش مزيان راه الزواق المهم انا بشي طلع عمر وقال ساجي تيجي عبد واحد بعدا خويا تيهوي نزوجك انا هذيك ما شكون يغسل لي المواعن انا دابا واحله الله الا ما تحط التليكوم خديجة خليتك على هواي شوفي هاي كوين الباك او يا حبي انا ليك خسارة هاي صاي صاي طات الجمرة كنسمعك اها اوي دفعو ناري 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 يا سيدي ربي اوف اها ناري يا اختي شيك ناري يا اختي منين غنجيب هاد الفلوس يا سيدي ربي ناري 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 يا صافي ديال الاخر عليا هادي الاخر عليا يا اختي هادي الاخر عليا يا صافي اختي صافي شكرا اختي صافي واخا واخا بسلامة ايري امي تي ديال الاخر اللي غنجري عليا عند واحد وغتبقى عليا شي حاجه في راسي راسي ديال ربي غنجيب هذا المبلغ كامل اوي يا عبد الله اوي يا امي تي ما عندي لا ذهب نبيعه انا يا امي تي غنعيط على اختي غنعيط على مرت خويا حنان هي اللي غادي تفكني اوف بحق حنان يلا ولدات اوف انا ما غنعيط انا يا سيدي ربي اوف عاد سيمو سيمو قول لي يلاه جيت اوف فنش كندير سيدي فنش كندير لا تهاني فاطمه اوف سيدي ربي ما جاوبش لا بعدي مني قاسي لي عتي في الحساب اش باغا
تبقى نهار واحد هضري معايا مزيان كي الناس اشنو واقع كتسمع فيك كتغوتي بعدي مني هادشي اللي واقع ليا ما غتفكيش ليا بعدي مني يا بنتي غير قولي لي شنو واقع مالك لا بقى نمشي للحبس ولا غتوقع ليا شي حاجه صافي ارتاحي زي بردي دابا بعدي مني حشومه عليك شاد الهضره كتقولي مش حساب لك انا غنفرح لك الا وقعت لك شي حاجه خايبه دفعوا ليا شيك دفعوا ليا شيك مي غنجيب فلوسو اشنو الشيك عاوتاني هذا قرعه هزيت هذا منت واحد السيده وهربت وخليت واحده فيها حطيت شيك ملي حطيت شيك ما خلص سحبها هي خلصات صدقوا دافعين ليا الشيك ديالي واش عباد الله باقاش يسحبوا في هذا الوقت واش باقي شي حد ديال ابنهم شي حد في هذا الوقت ما تزيديش راحني غادي بزيري بعدي مني عطيني اتساع هلا بس هذا الشيك فين لقيتي انت باش لقيتي سلام شحال في هذا الشيك فيه 3 مليون بعدي مني لا غنعيط حنان وقع لي بغا يوقع هي غتفكني شوفي جمعي راسك ما كاين لا راسي لا والو شنو بغيتي تفرقع لك شعرك اش ندير راسك اش ندير شوفي لبكا مورا الميت خساره دابا عندك اشيك واحد ياك اشيك هادشي هادشي الذهب خلات لي الوالده الله يرحمها شي حاجه شراتها ليا على اساس انها فاش غنبغي زعما نتزوج بشحال نديها شي حاجه كنخلصها ليا راه فيهم دبليج عصير صابون بوحدو كيسوى 3 مليون واش كتهضر بصح تولي دابا كنضحك معاك انا دابا شفت الشيء ديال الضحك زيدك سيري فك حريرتك عرفتي هادشي اللي ساقني خويا الخبار مشيتي فيها هذا هو المضمون فيك بفكك شوفي سمحي لي شوفي ما كندير ولا اللي كتدوزها معك اختي توريا انت طلعتي انسانه مزيان بفكك حريرتك قبل ما يجي خويا راه هنا مشات تصدق الخبر راه هنا ما تبغيش بالضبط شحال مره كيقول لك فوتي عليك العيالات فوتي عليك الجميع وانت غير هاد جنابيتك والدور غير قديده ها مصرانه مسامحك على اللي دار توريا اختي تفكر ما توقعتش منك هادشي والله اختي ما توقعتش منك طلعتي اختي وطلعتي وانا انني ما مزياناش انا اللي خاصني نتعاقب هادشي اللي وقع سري في الصراحه علاش سري لقاش عرفت قيمتك عاد عرفت قيمتك شنو كتسوى ما نساش داك الخير اختي سوريا انا ما طيب انا نسالك انا غير بغيت اختي دوك ماشي اختي ندير هادشي صافي غادي نمشي نفك هاد المشكل اختي نوضي أختي شي حاجة أختي تفاجأت عليا أنا كنت نفاجأت عليا شوفي كنت نجي جاك الهضلة جاك الهضلة كامل الله يهديك على نفسك السلام وعليكم السلام اش كدير؟ همدرة بصحة هاد المراية نصبه من يخرج وانا نجري طلع 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 يلا فكيتي مشكلك الحمد لله اخر مره تعاودلك اخر مره نهار تقولي لي شي جديد انا شي مصرانه ما عرفت لك ما جاش عاد واحد لا ما جاش وكاع كنت اجا ما نقول ليه والو اختي ما نساش غير كوني هاني كيف ما فرحتيني وكيما فكيتي لي هاد الضيق غادي نفرح باقي واحد الحاجه غتعجبك يمكن قلت غتعجبك اش كاين عاود ثاني داك النهار فاش جا خويا السي محمد شافك وعجبتيه بزاف وراه غتكوني سيتي عرفتي غير من النظرات ديالو راه غتكوني عرفتي وهذيك اللحظه نيت قال لي بغيت توريا الزواج ولكن انا غرني الشيطان وقلت لي انا غنقولها لها ومشيت قلت لي قالت لك لا قلت لي وتاخوك ما بغاش وداها في قلب اخويا السي محمد انا عرفتو مسكين واخا ولا كيجي راك شفتيه حاضر العين ودابا واش تقبلي تكوني مرت خويا ماشي خط راجلي اش بالك بغيتي العفريته انا ديك الضحايكه باينه عاد وجهي حمار صافي سير سيري سلام اهلا سيدي بخير صباح لاباس بخير
مزيان شي مزيان الصباح واش نتسنى فيك هنايا علاش يلا نطلعوا حتى لا باغيك فواحد الموضوع انا مالك كما كاين باس بغيت نعرف اخويا عبد الواحد شنو ناقص فيا شي حاجه الخدمه خدام داري كلشي وعلاش اخويا ما بغيتونيش كيفاش ما بغيناكش واخويا اختي فاطمه راه قالت لي عبد الواحد واختو راه ما بغاتش كيفاش قلت لي عبد الواحد ما بغاش شنو اللي ما بغيتش زعما فراسك والو انت فراسي والو يلا صاحبي نطلعوا للدار ونريحوا تعال بلاتي وغنطلعوا بصح ما فراسك والو اخويا ما فراسي حتى شي حاجه كيفاش ما بغاش ما عرفتش شنو اللي ما بغاش خويا انا من نهار جيت عندكم هذيك النهار شفت الاخت ديالك وعجبتني وغنتزوج بها سنتي بالله وراسي وقلت لها اختي فاطمه باش تفاتحك في الموضوع من بعد ملي رجعت قلت لي راه خويا ما بغاش وهي ما بغاتش هادشي فوقاش انت وقعتش نهار جيت اخويا راه ما قالت لي حتى شي حاجه وما فراسي حتى شي حاجه دخلت عليك بالله واش انا غنكذب عليك ولا شنو حنا غنطلعوا عند دابا وغادي نقولوا الهضره قدابا ما فراسي ما يتعاود ودي السي محمد بنتش ما يمكنش كيفاش ما يمكنش اخويا كنقول كان هادشي راه ما فراسي والو نطلعوا للدار فوق ونريحوا نهضروا في خاطرنا صاحبي ويلي هادشي ما فهمتش لا عمي كيفاش المشكل حيت السوق راه ما جايين السلام عليكم وعليكم السلام خويا الله سلامتك ونمشي نتفلى الطاجين كيدير اختي سوري لاباس الحمد لله الله يحفظك خويا كيدير هاني لاباس بخير الحمد لله العظيم كملك لا معليش ما معليش باش نت لاباس لا لاباس سي تلاقيش معاك قلت لي علاش ما بغيتينيش سمح لي تخليني نهضر لهاديك هضر اخويا واش نسولك واش انا لو وقعت لي شي حاجه بالزنقه كنجي نعاودها لك داكشي اللي وقع كنعاودو لك علاش انت يا بنت الناس ما كتعاوديش ليا باغي نعرف اشنو مخبيتها هاد السيد اش كيجيك خويا خوك ياك راه خويا تانا راه تانا خويا ايوا شنو اشنو هو داكشي اللي قلتي لي رانا قلت الراجل وما بقاش قلتي لي شي حاجه وقلت لا ما بغيتش محشومه الشركه اختي توقفي لي في رزقي وتوقفي في رزق هذيك الدريويشه محشوماش السيد جيت قلت لي شنو هو اللي ما عجبكش فيا قال لي انا ما فراسي والو اسمح لي اخويا السي هو انت اللي نظره خايبه كي انا ماشي خاطري ما عرفتش مالي ديك الايامات والله بحال كنت مريضه بحال معصبه كي هو قلتي لي حتى الزواج وانا شقاتي غلبني ما كنقدرش على الشقه وهي ولفاتني هز الدار لا هي خدامه عندكم وهي ولفتني هكاك كيفاش ولفاتك وانا كنشوف راسي غتنقصني واحد اليد مساعده قلت لهم نجري على خويا يمشي راه يتزوج في التيساع وهي حتى هي تبقى بعدها بلات شويه تكبر ليا خديجه واش غادي نقول لك اسمح لي ما عرفت ما نقول لك ما عرفت ما نقول لك اسمح لي ودميمتي ودميمتك عزيز عليك وعزيز عليك وكلشي راه غادي تسامح لي انا ودميمتك انا كاين واحد تيدير له ودميمتو بحال هكا وراني شرحت لك شنو راه عاودت لك اللي كاين انا قلت لك غتمشي عليا غنبرك غا بوعدي وانا المسلسلات خارجين عليا واحد ورا واحد واحد ورا واحد متشقى والو كيغلبني راه هو عارفني قلت انا حتى غتزوج في التيساع وهي زعما تبقى معايا بلاد شويه وا فاطمه وهذيك راه اختي هذيك اللي ديري في هذه الحاله راه ما نحنش فيك حتى انا ما نحنش فيك مابقاش نشوفك صافي 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 انا سمحت ليه ودابا خويا صافي ماشي صافي دابا تسمحتي ليها استغفر الله العظيم كل هذيك الدريه جاوا فيها ماشي انت الاول ولا الثاني ولا الثالث وكترجعهم تسيده بلعمة الله الله علم العلم لله يا خويا عبد الواحد والله وانا ولدي اللي غيجي عندي انا غيجي عند خويا هو الاول انا راه دخلت خويا داكشي رجع عندي هذوك دابا صافي سمحوا لي صافي ماشي مشكل صافي اختي صافي ماشي مشكل عبد الواحد سمحوا لي نوضي نوضي عيطي لنا عليها شي شادين انا اللي غنوض نهضر مرحبا بك خويا السي محمد اصلا انا وهضرت معاها هضرت معها البارح قلت ليها سمحي لي وفاجاتها وحتى هي تصدمات وقبلاتك ندير خويا واحد الخطبه ما دايراش وصافي عافاك خويا كشي دابا عبد الواحد يبقى غضبان عليا وصافي ضحك وضحك وصافي ضحك وما نضحكش نطلع للعماريه نضحك الله يحفظك لي خويا اختي صافي طفي عليا ديك البوطه طفي راني نيت طفيس صافي طفيها اختي بغيت نقول لك واحد الخبار زوينه ان شاء الله لا ما تكون عمشي لي شي حاجه نقول سيدي كنعرفك نتايا سيمو سيمو خو فاطمه كي كيبان لك انا شفتو جوج د المرات هذا مزيان ايوا لا رجا قال لك لا بغيت يتزوج بك راه خطب
عاطفك انت هي اش بغيتي؟ السكوت علامة الرضا. يلا تعالي معايا. اش الشيطان اللي فيك هو اللي فيك. انا بغا ندير لك العرس وتقول لي الشيطان. زيد زيد اختي سوري زيد. الله ما الشيطان ما الشيطان يا ايوا واش غدير السلاحك اختي. السي عبد الواحد. السي عبد الواحد. نعم لالا فاطمه. جايين طالبين راغبين في يد بنتكم لالا توريه. هنينا هنينا مولاد الزبايب. خليني نخطب خويا. بليتي تخطب لي. شنو شحال هادي. واش قلت لي السي عبد الواحد تاور شي دريه. مرحبا بك. والله يكمل بخير. توريا راه قابله. انا راه ما نزيدكم على الخير. حاجه وحده نبغيك تهلا فيها. ايه ديسات شنو تهلا فيا انا صافي راه تعرفني. خويا توريا راه كبرت بين عينيا وغنديرها في عينيا صح. ايوا خويا راه تباتا والزين ومعقول. نهضر بالنشيد الصغريته. صافي. عندك. ايوا سيدي الله يكمل بخير نقراو في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله. الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. الله يكمل بخير. الله يجعل كل شيء مبارك. تعالي خليني نتفاهموا بيناتهم، تعالي. 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 تزيدي لهنا. تزيدي بينا وتحش مع خويا. تزيدي. تيرا شي ديك النهار فاش جيتي البغرير تيرا من ديك النهار ورا رتي يا بنت سلطان.